بخطى من تجاوز 70 من العمر ما زال نجيب يعمل جاهدا لضمان قوت يومه. 26 سنة قضاها سائقا مهنيا لسيارة أجرة صغيرة لم يؤرقه فيها سوى التفكير في مآله ومآل أسرته في حال مرضه. في ظل غياب التغطية الصحية أو التقاعد بالنسبة لهذه الفئة من المهنيين. دابا انت دابا راسي دابا 65 عام وباقي ما كاين والو، لا تغطية صحية لا تقاعد. وبالنسبة لي انا راه خصني نكون دابا راه متقاعد على الاقل. وانا اللي كيهمني دابا هو المسألة دابا ديال هاد المسائل ديال هي 40 الف فرنك خاصك في النهار، ما بين الروسيطة وما بين المازوت وما بين مدي الوليداتك وعاد خلي المصروف ديالك. أحمد هو كذلك سائق مهني، يختلف مع نجيب فقط في نوعية سيارة الأجرة التي يعمل بها وبعض خصوصيات العمل الشكلية، يعيب على المسؤولين عدم الوفاء بوعودهم لهذه الفئة. وكانوا يعني قال لك دير البطاقة المهنية، ومشينا درنا التكوين ها البطاقة المهنية ما عندها حتى شي دور، ما كنستافدوا منها والو، حتى من يعني ذاك الملف الطبي ديال العينين اننا كنخلصوه من جيوبتنا. يعني في ظرف العامين كندوزوه، يعني كل عامين كتمشي كدوز عند طبيب خاص باش ما يعني سائق مهني ما عندوش لا دعم مادي ولا معنوي. مطالب وإن لم تتحقق بعد حسب المهنيين إلا أن التعبئة والنضال بشأنها مستمران وفق النقابة الممثلة لهؤلاء. لا جديدة لحد الآن، فالمهنيين باقين كينتظروا الوعود ديال الحكومة اللي كانت في الغازوال المهني اللي كان خرج في 2013، وعقد الشراكة اللي كان في 2009. هذا العقد الشراكة اللي كان كينص على التغطية الاجتماعية بالنسبة للسائقين المهنيين في التغطية الصحية والسكن الاجتماعي والانخراط المباشر في الضمان في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، لحد الآن ما كاين حتى شي حاجة. في مدينة مثل الدار البيضاء يشغل قطاع النقل بسيارة الأجرة لوحده 70 ألف سائق في حظيرة تبلغ 14,800 سيارة، ما يعني بصيغة أخرى أن كل سيارة أجرة تشغل 5 سائقين في المتوسط، أرقام تحتاج إلى مقاربة إنسانية أكثر من أي مقاربة أخرى.